بالفعل 85-85 18 ثانية على نهاية المباراة الحصة الإضافية بالأخص. مروان كشريك التعادل 10 ثواني والامتلاك الأخير أكيد باش يكون لشبيبة القيروان 6 ثواني 5 مع عاطف ماوى ضيوف عليه الهجوم يمشي لسلة عاطف ماوى خطأ لصالح شبيبة القيروان قبل ثانية من نهاية المباراة عاطف ماوى وتسديد الرمية الثانية 87-85 لشبيبة القيروان والامتلاك الأخير وتسجل السلة الأخيرة لنعيم دي فلة تتسجل السلة الأخيرة لنعيم دي فلة بطريقة ممتازة للغاية. مبروك للنادي الإفريقي ومبروك كذلك لشبيبة القيروانية على هالفريق الممتاز اللي عندها. نهاية المباراة تمت بطريقة يعني ما نجمو نشاهدوها كان في قاعات كرة سلة أوروبية أو أمريكية. في الحقيقة شبيبة القيروان قدمت مستوى عالي جدا في هذا اللقاء وقبل أقل من ثانية كانت فايزة بالبطولة. رمية يائسة في الحقيقة لنعيم ذي فلة رمية يائسة لكنها تسوى 3 نقاط وتعطي أسبقية 88-87 أمامنا الإعادة. مبروك للنادي الإفريقي بأول بطولة في تاريخه في كرة السلة. بالحقيقة بطولة حكمت فيها تسديدة من وسط الميدان تسديدة أمامنا الإعادة متاعها في وقت كان شبيبة القيروان تحتفل بالبطولة وفي وقت كان جمهور القيروان يستعد للاحتفال. رمية أخيرة قبل عشر ثانية.